بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. وبس جديد، مش هحاول أطول عليكم إن شاء الله في البس ده، هتبقى حاجة بسيطة. خلينا في بداية البس كده نتكلم عن الرجالة فاهمة الستات غلط، والستات فاهمين الرجالة غلط، ومنظومة الزواج من كلا الطرفين غلط. اما بيجي نسمع مثلا حد له باع مثلا في الامر الشرعي، او حد مثلا مصدر نفسه في موضوع قضايا الاسره او كده، ما بلاقيش صراحه حياديه يعني، او الاقي مثلا توازن من الفكر ده الا قليل وقله قليله جدا جدا اللي ممكن يعني ايه نقول مثلا لا دولت يعرفوا يخاطبوا جانب الرجال كويس، ويعرفوا يخاطبوا جانب النساء كويس، وبما يتوازن مع الفكر المرأة وفكر الرجل. خليني اشرح لكم القصه جايه منين. الغلط اللي فاهماه البنات واللي فاهمينه الزوجات واللي فاهماه النساء في موضوع ان هي تشتغل وتحقق ذاتها وتحقق كيانها وتحقق ايا كان اللي عايزه تحققه، حقها تعبت وذاكرت وعملت وبتاع وهكذا، فيعني هي عايزه ايه تشوف ثمرة ده. طيب تزوجت وتم اخلال بدور الامومة ودورها كزوجة، مع ان شغلها شرع يعني، هو مشرع يعني، عادي شرع عادي، ما فيهوش حاجه، مفيش حاجه حرام، ولكن لو اخلت بدورها كزوجه او دورها كأم، الامر ده ساعتها يبقى مش صح. ليه؟ ها معرفش الصوت ايه، ما انتوا تقولوا الصوت ايه وانا اقول لكم، وانا ماسكه لكم السماعه اهي، الايربود مش شغال، بيقعد بيفتح ساعات ويقفل ساعات. طيب خليني اقول لكم، لما المراه تطلع لمجال العمل بالضوابط الشرعية، تمام؟ وخليني أكلمكم في الحتة دي يا بنات على جزئية خروجها، أو لما حد يقولك إيه أصل دكتورة هالة بتقولك الاختلاط حرام. الاختلاط بدون ضوابط شرعية وبدون الخمس ست خطوات اللي احنا قلنا عليهم، خروج المرأة للعمل أو خروج المرأة للدراسة بشكل ازاي، أو التعامل مع الشباب ازاي، لو انت أخليتي بالشروط ده بالاختلاط حرام. ما بقولكيش انعزلي، ولا بقولك ما تكلميش، ولا بقولك كذا، لكن بقولك على الاقل اعملي الامر الشرعي فيها، طالعه بلباسك الشرعي، لا تخضعي بالقول، الامر اللي انت بتتكلمي فيه لو في شغل او كذا يناسب كينونتك كانثى. النقطه اللي بعد كده، انك انت متى عارفه انت اللي ايه اللي بترمي بكلام وتتكلم في الامور الخصوصيه وتتكلم في الامور معرفش ايه اللي هي خاصه بالراجل، ايه ده وشكلك وعاملك وده يليق وده ما، انت مالك انت مالك، انت هو لابس ولا هو عامل ولا هو كذا، ما له حريم في البيت، انت مالك تتدخلي في الامور دي ليه؟ وهو نفس الكلام، انت عامله ايه وزوجك عامل ايه وانت مالك، انتوا لكم عمل واحد اتنين تلاتة، ما يتقفلش عليكم باب مكتب، الدنيا مفتوحة، التعامل في حدود الشغل والسكرة، ما بلبس عالي ليضربنا بأرجلهن ليعلم، تبقى متغطية وبعدين تلبس كعب تيك تاك تيك تاك، فالدنيا باظت كلها. كل الكلام ده لو طالعة بالضوابط دي تمام. نفس الكلام في موضوع الجامعة والاختلاط، ما بقولكيش انعزلي، لكن بقولك حط حدود. جروب الدفعة موجود، الكلام على جروب الدفعة، بياخدك على الخاص اعملي له ريبلاي على الجروب العام عشان يحرم ياخدك على الخاص ثاني ويبعتلك حاجة على الخاص. الامور ما بنقولش، بنتكلم ما بخضعش، غض بصري، حجاب الشرعي، الكلام في حدود المعامله اللي المفروض يعني لازم وحتما وفرضت عليا ان انا يبقى في نوع من انواع التعامل في الامر ده، امر شرعي بحت. ده الخروج. طيب تعارض انت كزوجه بقى الامر ده مع شغلك، ها تعارض الامر ده مع امر الشغل معاكي وظيفتك كزوجه، قصرت فيها كزوجه او كأم، هنا تقفي، لان هنا فقه الاولويات، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمراه في بيت زوجها راعيه وهي مسؤوله عن رعيتها، هي ده اللي هنسال عنه، ده اللي هتسالي عنه، اولادك وبيتك ومراتك لبيتك، ودي رساله كبيره قوي، هم سفهوها في الاعلام، هم صغروا وحقروا من دور المرأة، إيه أنا هبقى خدامة؟ هو أنا هبقى شغالة في البيت وكنسة زي الغسالة؟ هو أنا مين اللي قال إن ده دور هين؟
ده دور محتاج اقسم يمين بالله، محتاج عزيمه ومحتاج رضا وتخطيط. ده انت بتقعدي تحطي خطط الشهر لتعديل السلوك، بتقعدي تحطي خطط الشهر علشان ما اعرفش تعملي ايه. ده معقول البخور وصل لنا من هنا؟ نشم ريحه البخور يا رب الملائكه تيجي. طيب ف ده بتقعدي تعملي خطط بالشهر وبالخمس اشهر عشان ده عندي تعديل السلوك الفلاني، انا عندي القيمه الفلانيه، انا عندي المعنى الفلاني، انا محتاجه ان انا اقصله بالشكل ده. فانا توكلت على الله خلاص، عامله خطه مع اولادي سواء بقى بالحكايه او بالقصه او بمحاكاه السلوك او بنماذج نجحت في هذا الامر، ده شيء تمام. طيب تيجي تزعل تقول لك لا ما انا ما بشتغلش، ماشي خلاص خدي نص يوم، خدي بما يتناسب مع ان انا لا اقصر ولا اسيب عيل لسه مولود واحطه في حضانه ولا اسيب ما اعرفش فين ولا ناس فاهمه في اي حاجه واروح الاقي يعني عندهم توحد، يا منظر غير ادمي للاطفال، وخصوصا اي حضانه تبع البتاع وخلاص مش حضانات ادميه. تعالوا اسمعوا على مجال الـ مثلا مش عايزين نقول دول يعني عشان ما تقولوش كذا، لكن معظم بيجيبوا حضانات اللهم بارك بتبقى كده، خصوصا اليابانيه ان شاء الله يعني ان شاء الله. اللي بيشتغلوا اصلا بيبقى مؤهلين بشكل معين وتدريب معين، الله سبحانه وتعالى يمن على الامه الاسلاميه بالخير. فالصح الصح ما بيختلفش عليه اتنين، ده المفهوم، ومعظم النساء فاهمه غلط. طب ما تقولك ايه، طب ما انا طلعت اشتغل علشان ما هو مش مكفي وما هوش عامل وانا عايزه اساعد بما يتناسب، يبقى يعينك طالما انت بتساعدي الجوز يبقى هو يعينك ويشاركك في الامر ده، على الاقل ما نعدي فتره الاولاد الصغيرين دول اللي مالهمش الا انت في الدنيا، نعدي الفتره دي. طيب بالنسبه للرجال، بصوا حديث للنبي عليه الصلاه والسلام، قالوا يا رسول الله لو نعلم اي المال خير لنتخذه، يعني قلنا لما نزلت ايه الذين يكنزون الذهب والفضه، قالوا يا رسول الله لو احنا نعرف انه المال الحلو الصح الحلو احنا نتخذه ونعمل كده. بصوا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم حديث هقوله لكم دلوقتي وهنشرحه عشان الحديث ده بيتفهم غلط، خلونا نبقى يعني ايه واضحين. السلام عليكم وبركاته. فالحديث ده بيتفهم غلط، فلما بيفهموا الحديث غلط يجي يطبقوه ويطالبوا المرأة بعمل فوق طاقتها وتكلفها، لا ده تحزينها وتبرير الاخطاء واتكالية الراجل واتكالية الزوج تقع عليها هي. ليه؟ ما هو انت المطلوب منك كذا، ما هو انت زي ما قلت الكفه اليمين قولي يا عم الكفه الثانيه، زي ما هي زوجه مطلوب منها ما انت كمان كزوج مطلوب منك. النقطه اللي انا عايزه اقولها، اي المال الخير نتخذه، انا عندي حديث جميل مؤمنه بيه جدا جدا وحديث بتاع اخر الزمان عشان عايشه في اخر الزمان دلوقتي، يكاد يكون خير مال المؤمن يوم او المسلم يوم القيامه، نص الحديث هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه وقت الفتن، بصوا يتخذ بيت على جبل وعن معاه معزة خروف، والله معزة على يتتبع بها قطر الماء على شغف الجبال يتجنب بها الفتن. يا رب انا ما عنديش مشاكل، اقعدوا جيبوا المعزة ونقعد في بيت ونبص على خلق الله ونتأمل في ملكوت الله ونصلي ونسبح وشكرا وشكرا يا رب من الدنيا، نتجنب بها خير يكاد يكون خير ما يكنز المرء او خير مال المرء في وقت الفتن، خير مال المرء في وقت الفتن. هو النقطه دي تمام، هو الفلاش عمل عشان في عربيه جايه في الوشي فالفلاش ضرب، ركزوا معايا بس. لكن نص الحديث بتاع لما نزلت الايه الذين يكنزون الذهب والفضه، فقالوا لي يا رسول الله لو نعلم اي المال خير نتخذه، يعني ايه المال الكويس احنا نتخذه. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ايه، بصوا خير ما يتخذ المرء، اسمعوا بقى عشان ده بيفسروه الرجاله غلط على النساء عشان اعرفكم وبعدين تعرفوا تردوا صح. خير ما يكنز المرء، بصوا اكتر حاجه المرء سواء المسلم او مؤمن يتخذها هي ايه، بصوا اول حاجه لسانا ذاكرا، مش شتام يعني، مش نقاد يعني، مش عنده اذى لفظي بعمال يقول ويوضح فيه يمين وشمال ويعقد العيال في حياتها ويعقد الزوجه في حياتها، نقاد 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 يعني. لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا، اهلا وسهلا سلمي لي عليها والله بالعراق اهل العراق بعد لها سلمنا ليها كثير الله يكرمك. لسانا ذاكرا وقلبا خاشع، يبقى عنده لسان بيسكت مش شتام مش نقاد مش يخش لزوجته كده ما بيتكلمش، يا ست ما بيتكلمش يقوم جاي عامل لها ده ايه ده، يستنى تعمل كل حاجه كويسه وبعدين يجي على فعله ولا كلمه يصطاد لها،
ايه الشخصيه الفظيعه، وهي تعيش ازاي في جو او بيئه الزوج شايفها دايما ناقصه، دايما عامله، دايما مقصره، دايما دايما دايما. يبقى لسانا ذاكره، ما هو اللسان الذاكر بذكر الله ما بيقولش اللي يغضب ربنا يا جماعه، خلينا نقول بالكفتين. رقم اتنين، وقلبا شاكرا. الله، وفولي معايا بقى، مش الرجاله واخدين لنا الحديث ده يقول لك ايه حبل مشناه على لا ولا حبل مشناه، ده انت تتحاسب بيه نفسك الاول. قلبا شاكرا ده يعني ايه؟ شاف النعم، شاف النعم يا اخوات، فلما شاف النعم شكر عليها. لك بيت له سقف بيحميك شكر عليه، لك باب شقه بيحميك، تخيل باب الشقه ده مش موجود عوره بيتك باينه. شاف ان له زوجه تقيه تحافظ على اسمه، اصيله تربي بيتها وعيالها، وتستنى منه كلمه تقول لك والله عملت له زعرورتين في راسي ولبست له ولا شاف ولا نيه، عملت معرفش اكله ايه، لا شكرانيه ولا جميل. يا ست ولا شكر، ورجعوا للحلقه بتاعت الله الشكور، احنا ما بننتظرش شكر من عباد ابدا، الشكر من الله عز وجل لوحده. الشكور يشكرك، يعطي المتحملين من اجله. بص الصعاب ما قالش المهام، الله عز وجل في تفسيره الصعاب جزيل الثواب، فاحنا الى شكر قال النهار مبروك ما تجيش منك، تيجي من عند ربنا، ده جزء. طيب في حاجه تانية بقى، القلب الشاكر ده هيفضل منان؟ هيفضل مقات؟ هيفضل ناقد؟ لا، ما هو انت زي ما بتقول، ما هو بيشكر ربنا على النعمه، الزوجه دي نعمه حسنت الدنيا يا رب، صح ولا لا؟ حسنت الدنيا، لكن يقول لك ما هي موجوده بقى وتنشوف غيرها ولا نعمل ما اعرفش ايه، ولا حتى لما بيشوفش كلمه الحلوه يقول لك ما انا اقول كلمه، كانه ينتقص من رجولته وشنبه انه هيقول لك يا ابني قول كلمه حلوه، يا ابني قول كلمه حلوه لزوجتك وعيالك تخلي البيت كله جنه. طيب يبقى لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا، وزوجه مؤمنه تعينه على امر الاخره، يبقى الاصل انها بتعينه على امر الاخره. طب امر الدنيا انت كفيها، انت كفيها هم الدنيا، انت محسسها بالامان، عشان كده هي بتعمل ايه؟ هي تكفيك امر الاخره، اتق الله نعمل كذا، لما تقول لها قال الله قال رسول الله، يبقى الله سبحانه وتعالى رجعها للحق، رجعها لله عز وجل ورسوله. ده لكن يا اخوات يجي نقول مثلا انا عينك على امر الاخره وانت نازل فيها نقد ولوم وتجريح وتسفيه وسخريه، وتجيب اهلك تتمقلتوا عليها، وتبص تلاقي على شات جروب العيله بينك وبين اهلك كلام يأذيها، ومع ايه ده؟ هتعينك ازاي انت كده وانت في وشها ساكت ومن وراها عمال تجيب النواقص والناقد وكذا، ولا يحصل موقف ولا بتاع تبص تلاقي نفسك انت ذات ما انتش نصفها، ما انتش واقف في صفها، تبقى عايزه تعينك ازاي؟ الا الزوجه الصابره بقى المحتسبه اللي معانا عند امرها لله سبحانه وتعالى، وتعمل الامر ده حسبه لله. لكن انا بنصحك انت عايز زوجه تعينك على امر الاخره، يكفيها هم الدنيا، يكفيها امر الدنيا. المراه اعلى قيمه عندها احساس الامان، انا معايا راجل سند بعد الله عز وجل، معايا راجل يكفيني ويقويني، معايا راجل ساترني، معايا راجل مش مخليني ان انا شايله هم يا ترى اولادي، يا ترى هعمل ايه، ويا ترى كذا، طب اقول له يجيب لي كذا. واحده اقسم يمين بالله بتستحي، تستحي وتبقى جعانه ولا نايمه كذا ولا نايمه كذا، وهي ذات نفسيها الامر بالنسبه لها سيء، ليه؟ حمل هم. فانت مكفيها هم، او نزلت لشغل وتقول لك ماشي انتوا مش عايزيننا نشتغل عشان بنقصر في البيت، طب هات الراجل اللي يصرف بقى. لا شيليه، شيل، خليه يشيل شيلته يا بنتي، خليه يشيل شيلته، انت تشيلي غير شيلت غيرك ليه؟ انت ليكي داخل، يا فاطمه انت داخل البيت، ويا علي انت خارج البيت. لكن احنا كلفناها داخل البيت وخارج البيت، والسباك والسواق اللي بيوصل العيال، واللي ما اعرفش بتعمل ايه، واللي بتشوف ايه، واللي بتشوف المدرسه، كل حاجه. وتيجي تقول لها لا ما بص انت، ما انت الزوجه صالحه، يا عم خليك انت راجل صالح، خليك راجل الاول. مش ذكر، لا خليك راجل. تكفيها هم الدنيا وهي تعينك على امر الاخره. نفهم صح، نفهم صح بالله عليكم. اما اجي احمل واحده واجي اقول لها كذا، ولا تقول لك ماشي انا هرضى بالقليل وهعمل كذا وهعمل كذا، لكن من فضلك احنا محتاجه على الاقل يكفينا، وانا عينه، وانا هقول له لا ما نعينه يا ست، ونقوم نصلي وحد طايل. لكن قلب الموازين بالشكل ده وجلد جلد 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 جلد، طب دي هي تروح فين يعني؟ احنا في زمن ربنا كتب علينا ان احنا في زمن فتن وزمن هدر الحقوق. صحيح معظم القوانين على الاقل عندنا في مصر، معظم القوانين الاسره دلوقتي بتجابه وتعمل وتاخدي وتسوي وكذا، ويبقى الرجاله غلابه عين فيه يعني، جزء كده، في جزء كده عشان بس مش كلهم وحشين، لا في جزء، بصوا برنسات يعني، الراجل برنس 100 100، يتحط كده يقول اه يتشال فوق الراس. ليه؟ كافي زوجته وكافي بيته ومتحمل مسؤوليته
مش بتاع كده. انا عايز اعرف اللي بيشتم ولا اللي بهدل ده، يعني انت هتستفيد ايه؟ انت هتستفيد ايه؟ ما خربت بيتك وبوظت قلب زوجتك، وفي نفس الوقت فين العطاء يا ابني اللي هتعطيه لك؟ فين النفسيه اللي هتجيلك بيها تقول لك منك كده في البيت؟ ما انا كده بسببك، ما هو لو مش بسببك نكلموها وننصحها، لكن لو بسببك لا، اكفيها الامان. طيب خليني اخد سؤال واحد بس عشان انا تعبانه وبقالي فتره كده هيصه كبيره عليا، مش بقدر اتكلم كتير. نفسي اكلمك يا دكتوره، انا قلت لكم وسائل التواصل جعل الفيديو موجود على الصفحه. دكتوره ام محمد بتقول عمري 39 سنه، عندي 3 وانا جوزي عصبي كتير ولطيبه، وبقالنا 13 سنه متجوزين، ما بيقوليش كلمه حلوه. يا دي النيله وبدي احكي معك ايه؟ تمام، خلينا اديني خليني اقول لكم، انا هجاوب بس على السؤال دوت. البدايه الزوج اللي بيغضب كتير وما بيقولش كلمة حلوة، طيب سبب غضبه ايه؟ ما هو برضو خلينا، انتوا عارفين ان انا لا باجي هنا ولا باجي هنا، سبب غضبه ايه؟ هل مثلا قال لك على حاجة هو ما بيحبهاش وحاجة سهلة ممكن تعمليها فانت كررتيها؟ يعني نهى عن حاجة وانت اتيتيها، او قال نبهك لشيء وتكرر؟ لا ما حصلش، اللي بيقولوا بنعمله وتمام. طيب هل في تنغيص في الثلاث حاجات اللي دايما بنقولها؟ لقمته وفرشته وهدمته، لقمته جاهزة؟ ولا بيجي من الشغل جعان وبتقعديه ساعتين ثلاثه عبال ما الاكل يستوي حلين، وبعدين ينام ويلاقيه بقى كده، فانت نمتي وشطت الدنيا والدنيا باظت، لقمته جاهزه؟ ها فرشته نظيفه؟ مش داخل الاوضه النوم عمال يتكعبل في لعب الاطفال، ومعرفش السرير الملايه شكلها ايه، والاوضه مش شكلها شيك كده. انا دخلت مره عند الجاليه من الجاليات كده، قالت لي ده العرف عندنا، قلت لها الله الله، هي حاطه بخور معين في غرفه النوم خلاف بقيه الشقه. تقول لك لا، ده حاجه خاصه، شكل الملايه شكل السرير شكل الاوضه مهندم، ودي اوضه مقدسه دي. ها يبقى لقمته وفرشته وهدمته، ما يجيش يقول لك بطلع البتاع من الغسيله اصل هي عملت فنشف جوه الغساله، او اتعمل ومعرفش عطن فريحته فما بيجي يكوي الريحه. ما تخلينيش، انا مش عايزاه يجي في قعده ولا في جلسه رجاله يقول لك ايه فيها لا، انا عايزاكي 10 على 10 اعرف ادافع عنك. فالتلات حاجات دول تمام. بيغضب ليه؟ اصل هو شخصيه غضوبه مع نفسه، سيبيه لما يغضب، عارفه كده اللي على قلبها مروح. طب بص يا حبيبي انت معصب دلوقتي، خلينا كده لما تهدى واجي اكلمك كمان 10 دقايق، اديله ربع ساعه وروحي له، اعمل لك شاي، طب اصب لك عصير، اعمل لك قهوه. ها انت برتش تعدكيش خلاص، لا واضح انك لسه غضبانه، قالك بارده، قالك على قلبك مره، لكن لا هو بتنرفز. اقسم بالله عارفه انك بيبقى عندك حق، وبتبقى ساعات الف مليون في الميه ان انت الصح، لكن اسلوبك في رد الفعل تجاه الغضب يا اختي مضيع حقك. يقوم جاي ساب الموضوع الاساسي بقى اللي هو غلطان فيه ويمسك بقى. شفتي منظرك؟ شفتي عملت علتي صوتك عليا؟ شفتي انت قلتي ايه؟ انت مش زوج، انت مش ست، انت مش حارق. ويعمل لا لا لا، ضيعوا عليهم الفرص دي تماما. ساعه ما يجي يغضب وساعه ما يجي يعمل انا هسيبك تهدى، لا ما هقول له مش هينفع نتكلمه واحنا في مرحله الغضب دي، انت هتغلط انا ما نعرفش، لو انا عايز افضل احبك وانت نفسك، فاما نهدى نتكلمه ويتعود على كده. مهما حصل يستفز، هيستفز مهما حصل واستفزاز وعمل مش هي ما تستجيبيش، ده رقم واحد. رقم اتنين، اختاري الاوقات للكلام. يعني احنا يا زوج يا حبيبي بعد اكلك وشربك والكلام ده احنا بس بنقعد ربع ساعه بنشوف، والله ابنك ده كذا، بنتك كذا، انا محتاجه كذا، دي المعايشه اليوميه. اما ليكي يوم في الاسبوع، وانا بقول لك اهو يوم ملكي في الاسبوع ده بتاعي، حصلت في علاقه ما حصلتش مش مشكله، دي مش بتاعتنا دلوقتي، لكن احنا اليوم الملكه دي ايه؟ تشوفي نفسك واحده ست في عينه، الله يبارك لك، الله يكرمك، يشوف كذا، تبقي بشكل معين بطريقه معينه، زي ما قلنا مثلا كواليتي تايم، ان انت وهو الوقت اسمه وقت التلطف، انت تسعديه وهو يسعدك، انتهت بعلاقه ده شيء يرجع لكم، ما انتهتش مش مهم، المهم ان احنا بنتكلم بطريقه ادميه ومحترمه، سامعين يا جماعه؟ لكن اجي يبقى كل واحد متصيد للتاني وكل واحد بيطالب بحقوق، انت عليك، شفتي؟ قال لك خير ما يكنز المرء امراه صالحه مش هتعين على امر الاخر، والكلام ده فاضي، وهي شوف انت بقى وخيركم خيركم لاهل، وانت زفت وطيب، ما بتبقاش حياه ولا بتبقى جوازه، والدنيا بتبقى صعبه. اخر وصيه اوصيكم بيها يا جماعه، عينوا بعض بايه؟ بركعتين. ايه يا عم صلي بيها ركعتين؟ ركعتين بالعصر، صلي بيها ركعتين انت وبيتك وعيالك، خش كده امي بيهم وتوقف العيال ركعتين اتنين، وبعد ما تخلص الركعتين
ادعي بيها، اصلح حال زوجتي يا رب، اصلح حال اولادي يا رب، اكرمني فيهم يا رب، اجعل ملائكه الارض والسماء علينا يا رب، يا رب هدلنا بيتنا، يا رب خلي البيت سكن وموده. هو ده ركعتين. لكن انت سايب وهم وهي سايبه وكل واحد في حال، ودي تسمع لصاحبتها وهو يسمع لجروب، مش عايزه اقول لكم جروبات الرجال عليها ايه، اقسم يمين بالله حطني مره قلت لهم طلعوني، قلت حطني في جروب الرجاله ليه؟ يقول لك لا يا دكتور علشان تعرفي وتقولي الستات. طب ما انت عليه بينصحوه، يعني راجل راح يجيب لزوجته هديه، يا عم ما تسيبوه كومنتات ولا 3000 كومنتس عليه، لا هتجرأها عليك وتجيب لها هديه ليه وتتمرع، ما تسيبوه ما تسيبوه يعمل بر، انت بتنصحوه ولا النصايح الثانيه؟ والكلف ليأكل خيرا او ليصمت او ليصمت، عينوا بعض على الخير، والله ملكه خلاص الا في كنف الله. يا رب اجعل لنا، يا رب اصلح حال اولادنا، يا رب اصلح حال زوجتي، يا رب اجعلها افضل امراه في عيني يا رب. ادعي يا ابني كده بدل عينك راح عامله شارده يمين وشمال، وانت ادعي يا بنتي يا رب اجعل الكلام يصل لقلب زوجي، اجعلني افضل امراه في عينه يا رب، اجعل خير زوجي على بيتي وعلى اولادي، واعوذ بك من شر على بيتي وعلى اولادي. ربنا يصلح حالكم ونفهم صح، ما تنسوناش في الدعوات. مش هقدر اخد حد عشان خلاص هنكت كده، القاكم ان شاء الله وبس جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.